هل من إحصائيات لديكم بهذا الصدد بأعداد المنتحرين حسب تسلسل المحافظات؟ نعم، تحية لحضرتك وللضيوف الكرام ولكافة مشاهدي قناتكم الموقرة. أولا نحييكم على يعني الخوض بهذه ومناقشة هذه الظاهرة اللي بدأت تهدد يعني مجتمعنا والتماسك المجتمعي بل وتماسك الأسرة بالبلد. صراحة بالنسبة للإحصائيات مثل ما ذكرها سيادة النائب، احنا مؤشر لدينا يعني المحافظات الجنوبية و أكثر من محافظات الوسطى والشمالية بحالة انتحار بالإضافة إلى محافظة ديالى. الأسباب متنوعة ومتعددة ومتداخلة أيضا الأسباب لأسباب هذه الظاهرة. لكن أنا أولا أقول يعني لحد الآن إحنا موقفنا بالنسبة لدول العالم جيد، أنا أعتبره، لأن لأنه نجي المعدل العالمي، المعدل العالمي كل 10,000 مواطن أكو حالة انتحار بالعالم. إحنا بهذه السنتين الأخيرة كل 100,000 حسب تقرير إحنا بالرابع. نعم. العالم أستاذ، شلون إحنا موقفنا على العالم؟ لا 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 مو بالرابع التقرير، يعني اليوم كل الدول كثير من أمريكا وكل الدول الأوروبية أكثر من عندنا، يعني حالات الانتحار موجودة عندهم. إحنا كل 100,000 حالة. إيش قد نسبتنا إحنا أستاذ؟ كل 100,000 حالة، أما الـ الـ أو حالة 1.2. ممتاز، زينات. حيل زين. أنا أريد أعرف. لكن المعدل العالمي واحد لكل 10,000. أريد أعرف نسبة إيش قد الإحصائيات اللي يمكن. الإحصائيات اللي ذكرتها. كشرطة يعني مجتمعية. نعم، يعني يعني ودنا نقول إحنا من كل 100,000 نسمة عندنا حالة وأكثر ب 1.2 1.1. شو نحسب 2018 519 حالة أستاذ؟ نعم 519. هذه نسبة بسيطة. 2019 950 حالة أستاذ بالعراق. نعم. 2017 422 حالة. نعم. هذه نقسمها على عدد السكان، نقسمها على 40 مليون أو 38 يطلع 1.2 كل 10,000. طيب. بينهم كل 100,000 عفوا، كل 100,000. أما المعدل العالمي يعني نقول واحد لكل 10,000. طيب يعني هذا فرق صفر اذا انت تحسبها عن العالم. نعم، هذا هذه حاله. طيب واللي حاولوا الانتحار 1112 حاله بالتاكيد. احنا شغله طبيعيه، احنا لا ابدا مو طبيعيه، احنا ما نقول طبيعيه، لا بالعكس، احنا يعني علينا ان نعالج هذه الظاهره، ندرسها ونجد استاذ. نعم نجد احنا الحاله، يعني الشخص الحاله مو جديده. كشرطه مجتمعيه عفوا استاذ، كشرطه مجتمعيه لدينا مركز استراتيجي ودنا ندرس حالات الانتحار، عندنا سجل حتى الحالات، يعني لما تحصل حاله نزور الاهل وندرس حاله، يعني قد تتكرر بداخل الاسره. ممتاز ممتاز. انا اسال ورحب بك مره اخرى استاذ حسين سعدون. أنا سميك استاذ رائد. يعني برأيك